No, no, I give you the old grass coach. No. Fair play and respect, it's very important in football and life generally. No, that's not a plan and we don't do that. بيقول له فرق جمال جنب شمال افريقيا معروف السؤال السؤال دول شمال افريقيا متعوده تضيع وقت وتستهلك وقت عشان تطلع بنتيجه اللي هي عايزاها طيب انتم محضرين ده جزء من خطه الماتش فرد عليه كوتش فايلر قال له لا طبعا ارفض ده تماما والسؤال ده ما ينفعش يتسال للعيب من عندنا احنا بنلعب بفير بلاي بنلعب بروح رياضيه وبنحترم اللعب وما بنعملش ده خالص ده مش جزء من سياستنا في